عمرك مرة كنت قاعد بتشتغل أو قاعد مركز في حاجة ومش عارف تركز عشان أنت كنت متحمس في حاجة تانية؟ أو أنت برضو ممكن يكون عمرك كنت مثلا بتتكلمي مع واحدة صاحبتك وقالت لك كلمة فجرتك وخلتك قاعدة عمالة متعصبة جدا جدا فرحتي مزعقة فيها؟ فترة طويلة جدا الناس كانت فاكرة ان الاي كيو هو الحاجة الاهم في الذكاء، لكن دلوقتي حاليا في حاجة اسمها الذكاء العاطفي او ايموشنال انتليجنس. هو ده موضوعنا وهو ده كتاب النهاردة. حياتنا كلها عبارة عن ايموشنز او احاسيس، احاسيس ممكن تخلي الواحد متحمس فبيعرف ان هو يشتغل اكتر. مؤلف الكتاب بتاعنا النهاردة دانيال جولدمان بيتكلم على ان في حتتين البني ادم بيفكر منهم او الاحاسيس بتطلع منها. الجزئين دول من المخ على طول بيشتغلوا مع بعض. جزء منهم اللي هو الراشنال مايند او العقل المفكر، وده اللي بيعتمد على ان هو يكون مركز في التفكير ان هو يوصل لحاجه معينه، والجزء الاخر من الدماغ او من المخ او من العقل اللي هو الايموشنال مايند، الجزء اللي هو ما بيشتغلش باللوجيك اصلا او ما بيشتغلش بالمنطق. اللي بيحصل طبعا معانا كلنا ان في حد بتقول لك او حاجه موقف يحصل لك بتقول لك ايه، انا اتخذت في لحظه الموقف، انا انفعلت عليه، انا اتضايقت منه. دي عادة هو ده العقل الايموشنال اللي بيطلع، وهو ده أس المصايب كلها. الناس على طول كانت زمان كانت بتقول ان الجزء بتاع الاي كيو هو ده المهم، علشان كده كان في طالب في الجامعة بتاعت فلوريدا كان قرر ان هو هيروح يدبح الدكتور بتاعه علشان اداله درجة وحشة. بس هو الحمد لله ان هو ما عملش كده وما دبحش الدكتور بتاعه، بس ليتر اون طلع ان الولد ده عنده اسكا اي كيو وعالي جدا جدا في طريقة التفكير بتاعه، وكان هيودي نفسه في داهية علشان بس انفعل عشان الراجل بس ايه اداله جريد مش حلو. احلى حاجة بقى في الكتاب ده بتقولك ان الجزء بتاع الايموشنال انتليجنس ده انت ممكن تنميه وتعرف ان انت تشتغل عليه وتعرف ان انت تطوره. ايه هو بقى الذكاء العاطفي؟ كاتب الكتاب ده اللي هو مستر جولدمان بيقول ان الذكاء العاطفي بيتكون من 5 اجزاء. اول واحدة اللي هي ايه؟ الايموشنز او المانجينج اور ايموشنز، ان انا اتحكم في احاسيسي. تاني جزء motivating ourselves، ان انا ازاي ان الواحد يعرف ان هو يحمس نفسه. تالت حاجة recognizing emotions، ان انا اتعرف على emotions بتاعتي او الاحاسيس بتاعتي ساعة لما اكون جاي انفعل او جاي انفجر او جاي اتعصب قبل ما انفجر واتعصب. واخر حاجة اللي هي handling emotions او handling relationships بتاعتي مع الناس، ان انا ازاي ان انا اتحكم في الريليشنز بتاعتي او اتحكم في العواطف بتاعتي، ان انا اعرف ان انا اوصل الحاجات بتاعتي للناس اللي قدامي او العواطف بتاعتي من غير ان انا ما اكون مندفع او اجرح البني ادم اللي قدامي في الكلام. ازاي اتعرف على مشاعري؟ ان انا ابقى حاسس مثلا ان انا متعصب او ان انا متضايق. لو انا مش قادر اعرف ان انا متعصب او ان انا متضايق فدي هتبقى مشكله كبيره، هبقى بني ادم عفوي بزياده. عفوي دي ممكن تبقى مترجم ان هي تبقى حاجة ايجابية، وممكن عفوي دي تترجم بحاجة سلبية لو انا الاحاسيس اللي طالعة مني احاسيس سلبية. ممكن برضو الموضوع ده يدخلني ان انا اخد قرارات سيئة جدا. تاني جزء بنتكلم فيه اللي هو ازاي اتحكم في المشاعر بتاعتي. القابلية ان انا بقى اتحكم في المشاعر دي بتخلي الواحد يعرف ياخد باله من تفاصيل صغيرة، وبيعرف ان هو يحفز نفسه، وبيعرف ان يكون كرييتيف او يعرف ان هو يكون مبدع في شغله، ويعرف ان هو يتوصل لحاجه اسمها الماستري، ان الواحد يكون كويس جدا 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 في الحاجه اللي هو بيعملها. جزء مهم جدا 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 ان انا اتعرف على مشاعر الاخرين، ودي هي اهم حاجه في الكتاب ده، واهم سكيل الواحد لازم يحاول ان هو ينميها في مهاراته ويحاول ان هو يطورها ويحاول ان هو يشتغل عليها. ازاي اخد بالي من مشاعر الاخرين؟ بيسموها امباثي او التعاطف. كل الابحاث اللي اتعملت لقت ان الستات او البنات بيعرفوا ان هم يبقى عندهم الجزء بتاع التعاطف ده اعلى بكتير جدا جدا من الجزئيه بتاعت الرجال. ساعه لما بيكون الموضوع بتاع التعاطف موجود ما بين زوج والزوجه او حد بيشتغل، الناس بتشتغل مع بعض في الشغل او في اي مكان، عاده المكان ده بيبقى انجح بكتير جدا جدا من اي مكان تاني ما فيهوش الجزئيه بتاعت التعاطف، او ان الاخر ياخد حيز من تفكيري، ان انا ابقى بحس بالاخر ده هو حاسس بايه او بيعدي بايه او بيمر بايه في البيت او في اي حاجه بره الشغل او
في الحياة الزوجية، أو هي جاية من شغلها عاملة إزاي، أو هو جاي الصبح على الشغل من البيت عامل إزاي. حاجة مهمة جدا 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 في السوشيال انتليجنس أو الذكاء العاطفي هي بتتسمى بالسوشيال كومبتنس أو الكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الاجتماعية كل ما كان البني آدم ده عنده سوشيال انتليجنس او ايموشنال انتليجنس، ذكاء عاطفي اعلى، كل ما كان اجتماعيا احسن، وكل ما كان محبوب في شغله وفي الدوائر اللي هو بيتعامل فيها مع الناس. علشان الواحد يوصل للمرحله دي بتتطلب حاجتين. الحاجتين الاساسيين اللي متطلبين علشان الواحد يوصل للحته دي زي ما قلنا الامباثي اللي هو التعاطف، والسلف نوليدج المعرفه الذاتيه بمشاعري او بمشاعر الاخرين. تجربه وحاجه كانت كويسه جدا 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 الواحد اتعلم منها وشاف منها حاجه، بتقول ان في اصعب الاوقات حتى في مجال الحروب، في البدايه بتاعه الحرب بتاعه فيتنام ما بين امريكا، 6 مونكس او ان هم الناس اللي هم بيتعبدوا، اللي هم بيبقوا لابسين برتقاني وشعرهم لون شعرهم بيبقوا حالقينه خالص، دول ساعه لما كانت الحرب كانت لاين اوف فاير او ضرب النار كان ابتدى ما بين فيتنام وامريكا، 6 من المونكس دول ابتدأوا يتحركوا في وسط ضرب النار مسالمين بشكل مسالم جدا جدا جدا. اول لما الناس دول وصلوا لغايه حته معينه، ضرب النار كله وقف ما بين حاجتين، وابتدى الاحساس بتاع السلام يسود الناحيتين لفتره. طبعا الحرب كملت بعد كده، بس اللقطه اللي المونكس دول عملوها وصلت الفكره بتاعت الايموشن انتليجنس، والحته بتاعت ان الاحاسيس معديه، لو انا ايجابي هعدي على اللي حواليا، لو انا سلبي برضه هعدي اللي حواليا. الذكاء العاطفي ده مهم جدا جدا يا جماعه. الذكاء العاطفي ده مهم لدرجه ان هو لو متواجد عندنا هنبقى انجح في شغلنا، في علاقاتنا الزوجيه او علاقاتنا العاطفيه، هيبقى انجح مع علاقاتنا في الشغل، وهيبقى عندنا صحه احسن، عشان بني ادم هيبقى على طول جواه ذبذبات ايجابيه او بوزيتيف فايبس. جولدمان مؤلف الكتاب بيقول ان السيدات على طول عندهم الجزء بتاع الذكاء العاطفي ده اعلى من الرجاله. سبحان الله، الرجاله عندهم مشاكل في ان هم اصلا يتعرفوا على الاحاسيس بتاعتهم، وده بيرجع للنشأة، ان الرجاله على طول ما تعيطش، انت راجل لازم تتحكم في مشاعرك، لازم تتحكم في عواطفك، فده بيرجع اصلا من النشأة. وكل الرجاله عندهم الحته دي مش حاجه تعيب الرجاله، بس هي الفكره كلها ان هو نشأ على ان هو ما يبينش العواطف، او ان هو ما يبينش ان هو متضايق او ان هو زعلان او ان هو بيعيط، بيكبت الاحاسيس او الايموشنز بتاعته جواه. ده بيخلي ان في المشكله بتاعت ان الاحاسيس والعواطف دي بتخلي البني ادم على طول ساعه لما بيكون في الشغل، لما يكون عنده كبت في الاحاسيس بتاعته والمشاعر، بيبقى على طول حاسس ان هو اندر ستريس، او بيحس ان هو مضغوط من ابسط حاجه او من اقل الاشياء. كاتب الكتاب مستر جولدمان بيقول ان الذكاء العاطفي بيخلي المديرين في الشغل يعرفوا احسن ان هم يقنعوا الموظفين الموجودين ناحيه الجولز او الحاجات اللي هم عايزين يحققوها في الشغل، بيحسن الترابط، وبيخلي ان البني ادم عنده قابليه اعلى ان هو يتقبل النقد البناء من اللي قدامه، عشان على طول حاسس ان اللي قدامه حاسس بيه اكتر. اخيرا طبعا وليس اخرا، الجزئيه بتاعت الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي مش بس بتحسن الصحه بتاعت البني ادم النفسيه، وبتخلي البني ادم بيعرف يتحكم في مشاعره احسن، بل بالعكس بتخلي البني ادم فيزيكلي وجسمانيا احسن. مستر جولدمان بيقول ان بمجرد بس ان البني ادم بيبدا ان هو يشتغل على عقله الباطن وبيحسن من المايند سيت بتاعه، ده بيخلي في ناس بتستخدم الحاجات دي، او في دكاتره من نوع الدكاتره البديله، والدكاتره فعلا العلميين بيستخدموا الجزئيه دي في علاج امراض وامراض شديده، ان البني ادم بيرفع من الذبذبات الايجابيه اللي موجوده جواه. زي ما بنقول العصبيه بترفع الضغط وبترفع معدل القلب، وممكن تجيب كوليسترول هي والستريس والحاجات اللي هي بتخلي البني ادم في ذبذبات اوطى بكتير جدا 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 من التفاعل الايجابي. الجهل العاطفي ده سبب من اكبر المشاكل اللي بتحصل للبني ادمين حوالين العالم كله، زي ما بنسمع على الناس اللي بتخش تضرب في مدارس اطفال بالنار في امريكا، زي ما بنشوف ناس بيجي لها ديبريشن، الحاجات دي كلها بتبقى بسبب كبت عاطفي جوه البني ادم، والبني ادم ما حاولش ان هو يتعامل معاه، وممكن كمان يكون في ظروف خارجيه او عوامل خارجيه ان الناس ضغطوا عليه اكتر كمان وما كانوش بيفهموه، فممكن يكون الضغط ده ما بيكون حاصل داخليا وخارجيا من اللي حواليك بيسبب ان البني ادم ده فعلا ممكن يمرض جسمانيا، وممكن كمان يمرض
عقليا. فاينل نوتس او اهم الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في الموضوع بتاعنا بتاع النهارده علشان نبقى وصلنا لحاجه جزئيه وحاجه مهمه جدا 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 في الحته دي، ان الذكاء العاطفي بيخلينا ان احنا نحسن من حياتنا، بيخلينا ان احنا نحسن من علاقاتنا بالناس اللي حوالينا. فبيخلي فالتيب المهم جدا 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 اللي توصلنا ليه من الكتاب بتاع النهاردة، على طول خليك حس انا متعصب انا متضايق، على طول ريكوجنايز المشاعر بتاعتك اول لما بتبدأ ان انت بتحس بتغير داخلي. قبل ما تتكلم حاول ان انت تعرف ايه المشاعر اللي جواك، سواء اذا كانت عصبية، سواء اذا كانت فرحة، سواء اذا كانت زعل، سواء اذا كانت انبساط، سواء اذا كانت بهجة، سواء اذا كانت اي احاسيس بتحس بيها. كل ما تعرفنا وعملنا ايدنتيفيكيشن للمشاعر بتاعتنا، كل ما عرفنا الخطوات اللي احنا هنستخدمها بعد كده تكون تفيدنا وتكون ان هي تعرف توصلنا لحاجة احسن مش لحاجة اسوأ. وشكرا جدا، وده كتاب النهاردة.